مشروع توسعة وتطوير طريق الملك فهد بمدينة الدمام. منذ عهد مؤسس الدولة السعودية الحديثة الملك عبد العزيز رحمه الله، اتسمت المسيرة السعودية بالتوازن والشمولية والاسترشاد بتعاليم الدين الحنيف وقيمه السامية، وصار من بعده أبناؤه الكرام على نفس النهج. فمع عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، لم تقف معطيات قائد هذه البلاد عندما تم تحقيقه من منجزات شاملة، فهو أيده الله يواصل مسيرة التنمية والتخطيط لها في عمل دؤوب يتلمس من خلاله كل ما يوفر المزيد من الخير والازدهار لهذا البلد وأبنائه. وتعتبر الدمام من أهم مدن ومحافظات المنطقة الشرقية وأكبرها، وتنبض هذه المدينة بأكثر من 3 ملايين نسمة، وهي بذلك المركز الإداري والمالي لمنطقة من أهم مناطق الوطن اقتصاديا. تربط عدة طرق إقليمية مدينة الدمام بكبرى محافظات المنطقة الشرقية كالظهران والخبر. من أهم هذه الطرق طريق الملك فهد، حيث يتدفق عليه أعداد كبيرة من المركبات يوميا، وهذا الطريق أيضا لا يتجاوز عرضه 30 مترا، وتصب فيه طرق سريعة يزيد عرضها على 100 متر ليصبح أشبه بعنق الزجاجة، وعدم وجود حلول مثلى للتقاطعات والميادين مما يسبب الكثير من الحوادث، ولا تتوافر كباري لمرور المشاة مع عدم وجود طابع مميز للطريق. ومن هذا المنطلق فقد سعت أمانة المنطقة الشرقية إلى طرح المشكلة والقيام بدراسة شاملة لكافة الإمكانات والفرص والمعوقات، بحثا عن حل لتطوير هذا الشريان المهم في حاضرة الدمام، ليكون هذا الطريق محورا حدائقيا وترفيهيا يهدف إلى جذب وتوطين الاستثمارات التجارية والعقارية والسياحية، ليضاهي أشهر الطرق العالمية. اعتمدت فكرة المشروع على توسعة الطريق من 30 مترا إلى 120 مترا لرفع الطاقة الاستيعابية للطريق ليضاهي أشهر الطرق العالمية، والاهتمام بالعنصر البشري، حيث تم تصميم كباري علوية مكيفة للمشاة لتسهيل انتقال المشاة لجانبي الطريق، واستخدم الزجاج في تكوين الكوبري ليعطي استمرارية بصرية من داخله، واستخدام السلالم المتحركة لسهولة انتقال المشاة. وتم إدخال وسائل نقل حديثة كمترو الأنفاق تتوافق مع متطلبات النمو المستقبلي للمدينة، ليتمم النهضة المتنامية لمدينة الدمام والمدن والمحافظات حولها. ولسهولة حركة المركبات عند التقاطعات تم عمل كباري علوية، وذلك لزيادة معدلات السيولة المرورية في الطريق وتقليل الحوادث عند التقاطعات، وللحفاظ على شخصية الشارع وعلاماته المميزة تم تطوير استاد الدمام والمنطقة المحيطة به ليكون من أكبر التجمعات الرياضية بالمنطقة، وذلك يتكامل مع أولويات واهتمامات أمانة المنطقة الشرقية بالشباب ولياقتهم البدنية. ولضمان سهولة التدفق المروري قد تم إضافة وتطوير الكباري العلوية على طول الطريق
والتي تتضمن استمرارية حركة الشارع دون أي معوقات. واعتمدت الفكرة التصميمية للكباري على مراعاة الاشتراطات المرورية العالمية، والتي تصب في مصلحة قائد السيارات للحصول على أعلى درجات الأمان والمتعة البصرية. كما تم إضافة بعض الأنشطة التجارية في بعض المناطق، منها منطقة الأبراج والمنطقة السكنية وبعض المحلات التجارية التي يمكن استخدامها كاستثمارات للبلدية. وتتويجا لاهتمامنا في الحصول على بيئة نظيفة خالية من التلوث، تم تصميم مناطق خضراء على جانبي الطريق، وهي بمثابة المتنفس البيئي والطبيعي لوسط المدينة. وبهذا يكون هذا المشروع أحد شواهد النهضة في وطننا الغالي، في ظل صانع النهضة الحديثة في الوطن الملك عبد الله بن عبد العزيز رعاه الله.